كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الحد المسموح به على جودة المياه الجوفية والسطحية وتوزيع مياه الري كذلك بين التبخر من التربة ونسح النبات أسفل مبلغ الترانسبيراسيون. التدخل أجد متنوعة وهناك كما جاء كلمة سيد الوزير الاستراتيجية اللي صرح عليها مجلس الوزراء في 2017 اختصاص ديال النهوض بالشراكه مع الهيئات العموميه والصحفيات والصحفيين ان اليوم المركز يتوفر على بنيه تحتيه جد متطوره اللي كتمكننا من الحمايه ديال التربه ديالنا والهواء ديالنا والحدود ديالنا بدقه عاليه وكيف سماها السيد الوزير طبعا كما لاحظتم ان العمل الكبير اللي كيقوم به المركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النوويه كيبين بانه بالامكان ان يوسع يعني افاق العمل ديالو على قطاعات كبيره وكبيره جدا. هذا المركز الحمد لله حصل على اعتماد من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، اصبح الان مركز تميز بالنسبه للقاره الافريقيه، أصبحت له إمكانيات متعددة، نظام أساسي للمهندسين وللباحثين، وبالتالي وسع أنشطته إلى مجالات متعددة، مجال الماء، مجال التربة، مجال الفلاحة، مجال الصناعة، مجال الصحة، مجال الجيولوجيا والمعادن، والآن مجال البيئة، وخاصة في كل ما يتعلق بالرصد والتحليل والمراقبة. لاحظتم أنه مهتم ممكن أن يقوم بأعمال جبارة في مجال الهواء، في مجال الساحل والأنهار، الماء في مجال يعني الأوساط الطبيعية كاللواحات، في مجال أيضا الفلاحة والتربة. يعني هذا كلها أعمال يمكن يقوم بها المركز من خلال الإمكانيات المتاحة له باش كيعطينا الجودة ويعني استقرار ما تمت الإشارة إليه. طبعا بالمقابل قطاع البيئة هو مهتم برصد ومراقبة كل هذه الأمور، مراقبة السواحل، مراقبة الماء، مراقبة يعني أوساط طبيعية، ولذلك كان لابد من هذه الاتفاقية بين قطاع البيئة وبين المركز يعني النووي كنيستان باش يمكن لنا نتقدم في المجال ديال المراقبة والرصد، باش يمكن لنا نتقدم في المجال ديال التحليل، باش يمكن لنا نعتمدوا على الإمكانيات الهائلة اللي كتوفر عليها البلاد ديالنا الحمد لله كما تلاحظون، إمكانيات واستثمارات مهمة في اللوجيستيك، في التقنيات، في المختبرات، ولكن أيضا اللي كيقوم بهذا الشيء هي الموارد البشرية من المهندسين والباحثين والتقنيين، وهذا غيخلينا إن شاء الله باش يمكن لنا ننزلوا على أحسن ما يرام يعني الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وكما تلاحظوا 28 قطاع ملتزم، عندنا برامج قطاعية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، عندنا برامج أفقية، الآن مشينا كنشتغلوا مع الجماعة الترابية ومع الجهات، الآن وسعنا الاشتغال كما قلنا على كافة المجالات، وبالتالي هذا التعاون غيعطينا آفاق وآفاق رحبة باش نحافظوا على البيئة ديالنا، باش ننزلوا الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، باش نواكبوا التغيرات المناخية، ثم أيضا باش يمكن لنا نحافظوا على صحتنا وعلى بيئتنا وعلى التربة ديالنا وعلى الماء ديالنا وعلى السواحل ديالنا وعلى الأوساط الطبيعية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.